نحن في وضع حرج، الوضع دقيق جدا، الوضع صعب جدا، والجماعة التي تحكم البلاد، العصابة التي تحكم البلاد بعبارة دق، العصابات لأنها متعددة، تعبث وتلعب، تعبث وتلعب في وضع عالمي متقلب، في وضع عربي وإقليمي يتسم بالفوضى العارمة، وربما فوضى ستكون أكبر في السنوات القادمة في هذا الوضع. وبالرغم أن هذا النظام جاءته فرص ولا تزال كبيرة جدا لكي يساهم، أو على الأقل يتوقف عن تدمير هذا البلد إذا لم يساهم في إنقاذه، ونحن لا نعتقد أنهم سيساهمون في إنقاذه، مساهمتهم الوحيدة بإنقاذه هو رحيلهم وترك هذه البلاد للشعب الجزائري يختار من يحكم، حتى يستطيع عندما يكون الحاكم مشروع وشرعي ومقبول شعبيا يستطيع أن يقلع بهذه البلاد، هذه البلاد التي تغرق اليوم، نغرق يعني الناس، جاء الآن الصيف، الناس تغرق في الحرارة، أحيانا تنقطع الكهرباء، يدخل رمضان ترتفع الأسعار، العنف الاجتماعي بلغ حدود غير مسبوقة، الفساد بلغ غير مسبوقة، الأمراض ليس لها حدود، المستشفيات استبدلت الحيوانات أحسن منها، المدارس كوارث بكل ما تعنيه، الشباب ضايع في الشوارع وضايع في المخدرات، وأفضلهم ضايع في المقاهي، ولا ندري لماذا، لا ندري لماذا، ونحن في وسط هذا العالم الذين البلدان التي تقع في على ضفتي البحر المتوسط هي وسط العالم. الضفة الشمالية انظروا إليها، يعني في وضع مريح، أوروبا في وضع إجمالا مريح لأوطانها لشعبها. الضفة الجنوبية في وضع كارثي، من سبتة ومليلة المحتلتين في المغرب إلى اللاذقية في سوريا، مرورا بالجزائر وتونس وليبيا ومصر، كل هذه الضفة في وضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. كلمة واحدة لو بحثنا عليها لماذا، لقلنا الاستبداد، الطغيان، الفساد. الطغيان والاستبداد يصنع الفساد، يوزع الفساد، يدمر العقليات الناجحة، يدمر العقول المعطاءة، يدمر الكفاءات القادرة، يدمر الأخلاق، يدمر السلوك الإنساني الطبيعي السوي، فإذا بالانحراف يعم، وإذا بالرداء تملأ الدنيا، وإذا بالفساد يصبح بحار، وإذا بالكفاءات تهرب إلى الخارج، تهرب إلى بيوتها، أحيانا تهرب إلى القبور، وإذا بأرذل الناس أفسدهم بلطجية كما يقول المصريين يحكمون البلد. واحد من البلطجية، واحد من الميليشيات اللي كان يقتل بيديه، بيديه، يتم تثبيته في حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، واحد من أقذر الناس وهو صاحب المهمات القذرة وقد قال ذلك عن نفسه، يتم إعادة لارندي له، أحمد أويحي اللي ساهم في تدمير الاقتصاد الجزائري، ساهم في تخريب الجزائر. هذا يعد موسى الحاج موسى، يروح أحمد ويحيى من الارندي يدخل الرئاسة، ثم يروح بن صالح يعود يرجع أحمد ويحيى، سعداني كذا، وهكذا يتبادلون. كل من هو فاسد، من هو بلطجي، من هو قاتل، من هو مجرم من هؤلاء المدنيين يتبادلون المناصب، من الوراء طبقة عسكرية والتحقت الآن بها طبقة ما يسمى برجال الأعمال، أو بعبارة أدق نهب المال، حداد ربراب وقائمة طويلة مثالهم، ينهبون البلاد وأصبحوا أيضا يتدخلون كديسيدور، كأصحاب قرار. الوضع مؤلم، هذا ليس التخويف، ليس من طبيعتي، بل بالعكس النظام هو اللي يقوم الناس بتخويف. اليوم الحديث على أنهم القوا السلاح في عين قزام، القوا السلاح في أدرار، داعش جاية من هيه، داعش الغول يعاود يخوفونا مرة واحدة أخرى، 23 سنة وما يخوفوا في هذا الشعب بالإرهاب. اللي نعرفه الآن وفيه دلائل وفيه كتابات أن جزء كبير منه كانوا يقوموا به، والدليل ما قالوهم لما اعتقلوا أيت عرابي عبد القادر جنرال حسان، اللي كان يقولون باللي هو رأس مكافحة الإرهاب، فإذا به اتهموه،
هذا اتهام رسمي من أنه كان يشكل مجموعات مسلحة وأنه كان يبيع السلاح. جنرال، الوضع سيء بائس، لكن فيه أمل، أمل في الله كبير وفي هذا الشعب اللي أنا دائما أذكر أنه هو الذي طرد فرنسا عندما ظنت فرنسا من أنها قضت عليه واحتلت أرضه وأصبحت الجزائر جزء من فرنسا. هذا الشعب هو اللي طرد فرنسا، يستطيع أن يطرد هؤلاء البلطجية، هؤلاء ليفواي صراحة بعبارة دق. أنا لا أقولها من غضب، أنا أقولها بوصف دقيق إلى ما أوصلنا إليه. هذه البلاد، هذه الجزائر كان يمكن أن تكون من أفضل بلدان الدنيا، كان يمكن أن تكون من أقوى بلدان الدنيا، لديها كل الإمكانيات لتكون كذلك. انظروا إلى حالنا، كل واحد ينظر حوله ويرى حاله، يرى فقط الطريق الذي يمشي فيه، يرى كمية القذورات التي تمتلئ بها طرقات الجزائر، يرى كمية الفساد الأخلاقي، كمية الكلمات النابية والبذيئة التي تمتلئ بها شوارع الجزائر. إذا لم يكن هناك مجموعة حاكمة قادرة على نشر الفضيلة ونشر الأخلاق ونشر السلوك القويم وبناء اقتصاد قوي وبناء سياسة قوية وبناء دفاع قوي، فإننا نغرق أكثر وسنغرق أكثر. هذا وضع يجب أن يتغير، يجب أن يقف. الرجل عايش في عالم آخر، ميت فوق كرسي متحرك، وما زال أخوه وبعض الجنرالات اللي معاه مسكينه، وفرنسا وأمريكا فارضينه. يجب أن يتغير هذا الوضع. نحن على أبواب، على كل في نهاية المطاف، نحن على أبواب أحداث هائلة، إما أن نكون فيها أو لا نكون، إما أن تعود فيها هذه الجزائر أفضل مما كانت وأن تصبح أقوى مما يتصور الكثيرين، هي ومن حولها من إخواننا وأشقائنا، وإما أن تنتهي إلى الأبد، وإما أن نصبح طوائف ومجموعات نتقاتل. أسوأ مما يحدث في العراق وأسوأ مما يحدث في سوريا، لأن الذي يحدث في العراق ويحدث في سوريا سبب الاستبداد، سبب الطغيان، وهو الذي يولد كل الخراب وكل الفساد. أنا على يقين أن الخير في هذه البلاد ما زال وسيبقى بإذن الله، وستتغير هذه الأحوال البائسة إلى ما هو خير، لكن علينا أن نعمل ثم نعمل ثم نعمل، وأن لا نتوقف عن العمل وعن الاجتهاد الحقيقي حتى لا نغرق أكثر مما نحن فيه. تحياتي إخواني إليكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.